الشيء الملفت للنظر فكره ان الاتحاد هذه الرياضه بصفه خاصه ما زال تحت التاسيس، ومع هذا ليكم مشاركات دوليه وقاريه، فهل ده ينفع اساسا؟ يعني ده حصل ازاي؟ لا هو احنا بالنسبه لنا كده ولا كده، ان هو طبعا حته ان هو الاتحاد تحت التاسيس، نظرا الى ان هو تاسيس اي اتحاد بيبقى ليه متطلبات كتيره جدا في اي مكان، يعني متطلبات عدد انديه، ومتطلبات عدد لاعبين، وان يكون عندنا موافقه الاتحاد الدولي وقصص كتيره يعني. ولكن احنا دايما بنسعى ان العالم كله بيجري، واحنا شايفين ان الرياضه بتكبر بصوره كبيره جدا، وحلم اي شاب ان هو يكون يرفع علم بلده، وان هو بمشاركات، وان هو يكون ليه دور كبير يعني على مستوى العالم في الرياضه دي. فاحنا الحمد لله اشتغلنا كفريق اتحاد تحت التاسيس، او اتحاد تحت التاسيس، ووصلنا النتائج. يمكن في اتحادات بتقعد زمن كبير ان هي توصل له، ولكن احنا الحمد لله في وقت قصير جدا انجزنا حاجات كتيره الحمد لله.